خليني اقف معاك كمان بشكل كبير جدا. اتفضل. خليني اقف معاك يعني انت طمنتنا على مروان وعلى كهربا، عايز اعرف برضو مجدي قفشه ايه الاخبار، وعايز اعرف اللاعبين اللي ما اشتركوش في مباراه الذهاب هل في يعني ترتيبات او تجهيزات معينه ليهم، داخلين فورمه خصوصا وليد سليمان، نتكلم كمان على بادجي اليو بادجي، يعني الناس اللي ما ظهرتش في المباراه الاولى اخبارهم ايه؟ هبدأ معاك بقفشة. يمكن قفشة ظهر في تدريب الأمس كامل، يعني قفشة يمكن أدى تدريب كامل بالنسبة لفريق النادي الأهلي أمس، فمن الواضح إن قفشة الحمد لله كان عنده بقى خدمة في الضلوع كده من مباراة بيراميدز وبعض الإجهاد، لكن شارك في تدريب الأمس والنهارده بيشارك كمان بكل قوة، بيعلن جاهزيته لهذه المباراة. وليد سليمان، بادجي، محمود وحيد، أحمد الشيخ، كل اللعيبة اللي ما بتشاركش في المباريات أو في المباراة أكيد تحديدا المباراة الأخيرة، في برنامج بيضع عليه طبعا كي بي مخطط الأحمال بالتنسيق مع بيتسو موسيماني، في بعض اللعيبة بيتزود لها بعد التدريب، في بعض اللعيبة بتاخد جرعة تدريبيه مكثفه، لكن بطمنك كل اللعيبه الحمد لله جاهزه. يعني الاختيار احنا عندنا يمكن مقوله شهيره جدا، مفيش لاعب اساسي ولا لاعب احتياطي، الكل يكون جاهز، ظروف مباراه هي اللي بتحسم يعني على المدير الفني يكون متواجد مين من اللاعبين، لكن بطمنك على كل اللاعبين. وليد سليمان جاهز وبيأدي تدريب اكثر من رائع، الشناوي وعلي لطفي كمان، يمكن علي لطفي ما كانش متواجد في مران الامس لكن متواجد النهارده، ويمكن ميشيل يانا كان مدرب الحراس عامل تدريبه قويه جدا لكل حراس المرمى سواء احمد طارق سليمان، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، الحمد لله زميلي احمد كل اللعيبه جاهزه، يتبقى ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ عليهم بقى في تدريب النهارده وتدريب الغد اللي هيكون على استاد القاهره. انت عارف طبعا الاعلام ممنوع تماما بحضور التدريب الاخير، كالعاده طبعا بيكون 15 دقيقه ومؤتمر صحفي، لكن اكدنا ان يكون تدريب الغد على استاد القاهره في تمام الساعه 9 مساء طبعا، وهو الميعاد الخاص بالمباراه. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون مهيئه لينا زميلي كريم.